تناقضات الحظر الصحي تتلخص بالوضع في شوارع مركز البصرة، حركة طبيعية لأيام دون أخرى، كما أن أوقات الحظر الجزئي أو الشامل أصبحت مدعاة للسخرية الشعبية، إضافة إلى ترجيح بوجود أهداف بعيدة عن السلامة والوقاية من فيروس كورونا. بالنهاية نهائياً ما كورونا، 8 تجي كورونا، بالنهاية العالم تطلع بالشارع عادي، كورونا ما تدنيهم ولا تصيبهم، بس الساعة 8 تطلع الكورونا تلبس الناس كلهم، هذا جني مو كورونا طبعاً. الموضوع السيطرة، الشارع اللي موجودة بسيطرة بيها إصابات كورونا، الما بيها خالية من الإصابات، هذا حسب تحليل وزارة الصحة مالتنا طبعاً. بالمقابل أنت من تريد تسوي حظر موفر شيء للناس؟ دول العالم كلها قعدت الناس بالبيت وانطتها اللي تكفي على الأقل قوت يومه، قوت شهره، قوت أسبوعه، أنت شو موفر للعالم؟ وكذلك نشاهد الجانب الآخر من شارع الطويسة وسط البصرة، كأنه محصن من الفيروس المتواجد في مركبات الجانب الآخر على ما يبدو. وهنا يتساءل المواطن، هل ينتقل الفيروس في المركبات دون الدراجات والمشات؟ أم أن مفهوم الحظر الصحي لم تستوعبه الجهات المعنية حتى الآن؟ كلاوات ليش يسأل ليركض؟ زين أبو البايسيكل ما تجي كروني؟ همه للبايسيكلات جاي يعوفون السيارات ويعوفون هذني يعبرون، أبو البايسيكل يعبر والدراجة يعبر، كرونا بس بالسيارة، نظفوا السيارة، أقموا رشوة كلور. آراء شعبية ساخرة من الإجراءات الأمنية للصحية، مطالبات بأن تكون الرقابة بديل النقاط الأمنية المنتشرة في شوارع البصرة. لقناة التغيير أركان تقييم.